ازيكم يا جماعه؟ حلقه جديده من برنامج كلام في الكوره ملخص احداث الدوريات الاوروبيه معاكم اسلام حسن يلا بينا. موسيقى 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 اول دوري هنتكلم عليه النهارده الدوري الاسباني والجوله 19 مباراه ريال مدريد وريال بيتيس. ريال بيتيس عمل حته ماتش على ريال مدريد. الدنيا بتوسع قوي مع سوليري يعني الموضوع بدا يبهوأ منه وبدا يوسع منه وبدا يتفضح بدا يعمل كلام غريب قوي وبدا عمال يجرب خلاص بقى ايه واضح ان هو ما عرفش بقى ايه مدي فلوس لبريز ولا الموضوع مصلحه ما بينهم ولا ايه يعني هو شكله كده قاعد وانا مش ماشي والحياه ماشيه وزي ما يجي يجي واحنا مكملين في دوري ابطال اوروبا واحنا ده ابطال اوروبا بقى أنا ثلاث سنين يا عم الكلام ده خلاص على راي كان في المتحف انت السنه دي انت السنه دي زفت انت انت يعني انا قلتها قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ريال مدريد مش هيفوق غير على فضيحه والفضيحه شكلها هتكون يوم 19 يناير مع اشبيليه في سانتياجو برنابيو او في دوري ابطال اوروبا وانا ب ب بقولها من دلوقتي اهو وافتكروا كلامي وهتشوفوا للاسف يعني على الرغم من كل اللي انا قلته ده ريال مدريد كسب كسب 2 1 بس ريال بيتيس والله ما يستحق يخسر والله ما يستحق يا يكسب يا يتعادل على الاقل عمل شوط تاني قدام ريال مدريد عجب عجن يعني كيلور نفس شال كتير في, في الشوط الثاني. أه لوكا مودريتش جاب الجول الأول في الدقيقة 13، بعد كده كاناليس اتعادل في الدقيقة 67، بعد كده سيبايوس جاب جول في الدقيقة 88 من فاول. لولا الفاول ده ما كانش ريال مدريد هتكسب، وأنا بقول لكم ريال مدريد أه زي ما قلنا سولاري عمال يجرب أول مرة من زمان من زمان أوي أنا أساسا من ساعة ما, ما أنا بشجع ريال مدريد من, من يوم ما اتولدت يعني بس أنا عمري ما شفت ريال مدريد بيلعب ثلاثة ورا دي. كان بيلعب 3 5 2 مش عارف ازاي لعب ثلاثة ورا ناتشو وراموس وفاران وقدام كان بيلعب ديليجون ناحية الشمال وبيلاعب ناحية اليمين فاران وفي نص الملعب الثلاثة مودريتش وفالفيردي وكاسيميرو وقدام اتنين بنزيما وفيزو جونيور بنزيما اتصاب وخرج يا رب بقى ايه يا عم بيريز تحس كده ان انت محتاج مهاجم يعني لدرجة ان هو لما اتصاب وخرج سولاري ينزل ناشئ جديد اسمه ايه؟ اسمه كريستو جونزاليز ولا ايه؟ جونزاليس مين ده؟ مين ده يا يعني؟ انت بتجرب في هي ريال مدريد فرقه يتجرب فيها. انتوا مجانين يا جماعه في إيه؟, ايه؟ اللي بيحصل ده؟ انا مش عارف بصراحه اداره ريال مدريد وبريز وسولاري سايبين الدنيا كده بايظه كده ليه؟ ورايحين يجيبوا ابراهيم دياز فين فين الصفقات؟ فين التدعيمات؟ الفرقه بتقع من اسوء لاسوء. ما فيش اي حاجه بصراحه تنم عن كده وبعدين من بعد ما رجع من كاس العالم بقى الانديه اللي كسبها دي البطوله اللي هي بتكسبها في ماتشين دي لعب قصاد فيا ريال فيا ريال على فكره في المركز 19 قبل الاخير اتعادل معاهم 2-2 اتنين اتنين وطلع سوليري بعد الماتش بيقول لك انا راضي عن التعادل وراضي عن الاداء وراضي عن النتيجه يا عم ده العالم كله شايف ان هي مصيبه ده المصيبه الاكبر انك راضي ولعب بعد كده قدام ريال سوسيداد وخدت على عليك 2-0 وبعد كده لعبت لجانيس في الدواء في الكاس وكسبتهم 3-0 وتيجي تنيلت على عينيك قدام ريال بيتيس كسبان 2-1 بالعافيه. انا بقولها اشبيليه لو فاق يوم 19 هيكون في فضيحه في سانتياجو برنابيو. المباراة اللي بعد كده برشلونة الله يسهل لهم كسبوا ايبار 3-0 كده بيتمشوا كانوا رايحين كده بي بي بيتمشوا فالفيردي الناس خلاص بقى ما بقاش عنده اصابات وما وخ... عدا اومتيتي طبعا لسه مصاب بادئ بالتشكيل الاساسي بيلعب 4-3-3 مريح عثمان ديمبلي بره مريح سيميدو نزلهم الشوط الثاني برده يبداوا كده يتدلعوا سواريز جاب جولين وميسي جاب جول كوتينيو كوتينيو اللي الناس كانت عماله تقول ان كوتينيو من ساعه ما راح برشلونه ومش قد كده مش عارف ايه كوتينيو لعب احسن مباراه ليه من ساعه ما راح برشلونه في المباراه دي كسبوا 3-0 زي ما هم لسه متصدرين الدوري الدوري الاسباني خلصان يعني فعلا خلصان بسبب مستوى بقيه الفرق وبسبب النتائج اللي بتساعد وبرشلونه عاليين قوي بصراحه فعلا بقوا يقدموا اداء كويس ونتائج كبيره فعلا هم مسيطرين ومحافظين على صداره الدوري ومن دلوقتي خلاص مبروك لبرشلونه الدوري الاسباني يعني. اتلتيكو مدريد كسب ليفانتي 1-0 بضربه جزاء من جريزمان هو ده حل اتلتيكو مدريد الموسم ده بيكسب فرق واحد او 1-0 واحد بضربه جزاء من جريزمان وماشي معاه كده هو المركز الثاني دلوقتي. اشبيليه اتغلب من اتلتيكو بالباو اتلتيكو بالباو على فكره بيصارع على بيصارع على البقاء الموسم ده. يعني اتلتيكو بالباو قبل الفوز ده كان المركز ال 17 كسب 2-0 اشبيلية مباراة كان يعني دي اوف من اشبيلية بصراحة اشبيلية السنة دي عاملة موسم حلو اتغلبوا 2-0 من اتليتيكو بلباو زي ما قلنا من شوية المباراة اللي جاية اشبيلية قصاد ريال مدريد هتكون صعبة على الفرقتين ان كنت شايف ان هي هتكون اصعب على ريال مدريد وانا حاسس ان اشبيلية اللي هتكسب الماتش الجاي وهتكسب وهيكون في زي ما قلنا لو سنة فوقان عند اشبيلية هيكون في مشكلة كبيرة عند ريال مدريد وفي فضيحة عند ريال مدريد الترتيب بعد الجولة 19 برشلونة معتلي الصدارة 43 نقطة اتلتيكو مدريد الثاني 38 نقطة الثالث اشبيلية و33 وبعد ما اتغلب وريال مدريد كسب ريال مدريد بقى الرابع متساوي مع اشبيلية ب33 بس اشبيلية فارق عنه بس بالاهداف ألفس مفاجأة الموسم ده في المركز الثاني الخامس اسف ب32 نقطة يعني الفرق ما بينها وما بين المركز الثاني ست نقط بس واساسا التالت والرابع هيلعبوا بعض يعني يعني فعلا مفاجأة كبيرة من الفيس ده كان الدوري الاسباني نخش على الدوري الفرنسي والفقرة الكوميدية باريس سان جيرمان في الجولة العشرين كان بيلاعب إميان كسبهم 3-0 والله والله باريس سان جيرمان بيتعامل مع الدوري الفرنسي ده على إنه ماتشات ودية استعدادا لدورة أبطال أوروبا راجل تخل وصل بيه الحال إنه بيلاعب داني ألفش مهاجم وينج ناحية اليمين بيلعبوا يعني هو كان بيلعب 4 3 3 وهي اساسا ما كانتش 4 3 3 خالص منير ده ولا اللي هو الباك اليمين كان بيتقدم بيبقى وينج يمين وداني ألفش كان بيلعب مهاجم ثالث ناحيه اليمين مع كافاني ومع مبابي مبابي كان بيلعب ناحيه الشمال وداني ألفش كان بيلعب ناحيه اليمين وخد عندك بقى كان بيجرب اي حاجه بص اي تشكيل باي حاجه هينزلوا يكسبوا هم اساسا لسه خارجين من حاجه عندهم اسمها دوري الكاس دي حاجه جميله قوي خلينا نحكي لكم معرفش ايه كاس كاس الدوري كاس الدوري كان بيلعبوا جونجان اتغلبوا منهم 2-1 نيمار جاب الجول الاولاني وقال لك خلاص بقى ده هتبقى حفله طبعا نيمار غاب عن الماتش بتاع ايميان ده مش عارف هو غاب ليه يعني مش عارف انذارات ولا عنده سهره ولا مش يعني مش فاضي يعني ما قال لك يا ما غايب الماتش ده المهم في كاس الدوري ده اتغلبوا 2 واحد من جونجوندي جونجوندي جالهم ثلاث ضربات جزاء ضيعوا واحده وجابوا اثنين كسبوا 2 واحد وخلصوا على كده في الدقيقه 95 فيراتي وكافاني ومبابي مسكوا واد عجنوه ضربه خانقوا معاه والثلاثه خدوا انذارات ما فيش حد فيهم مطرد هو الحكام بالاتحاد الفرنسي بكل حاجه بيخافوا من باريس سان جيرمان ما فيش اي حاجه هو خلاص هم انذارات بس يلا صباح فول ما تزعلش يا بابا انت وهو خلاص مش كفايه انكم كنتوا خرجتوا المهم خلص الماتش بتاع اميان ده 3 0 كافاني في الدقيقه 57 المهم الشوط الاول خلص 0 0 اساسا يعني وفي الدقيقه 69 المدافع يا مجنون يا مجنون عندك انذار وبتعمل فاول مع امبابي وتاخد الانذار الثاني وتطرد ما انتوا كده كده هتتغلبوا اتغلبوا برده 3 0 وضرب جزاء في الدقيقه 57 كافاني امبابي في الدقيقة 70، ماركينيوس في الدقيقة 79، ماركينيوس طول الماتش ما بيلعبش مساك في نص الملعب، يعني الجول اللي جابه ماركينيوس ده هو كان جوه منطقة الجزاء متقدم ولا في كورنر ولا في فاول، دي كورة عادية جدا، عادي يعني دراكسلر كان معاه كان معاه كوره من ناحية الشمال، دخل ورقص وعدى وماركينيوس كان جوه منطقة الجزاء راح لعبها له بالعرض، حطها غرفها من تحت كده الجول دخلت على طول. خلص الماتش 3-0 مش محتاج أقول لكم إن باريس اللي هو الأول يعني. موناكو موناكو كان بيلعب مارسيليا اول مباراه لفابريجاز لعب اساسي مع تير هينري على فكره لسه مكمل مع موناكو لغايه دلوقتي ما مشيش ولسه المركز ال 19 برضه كان بيلعب مارسيليا تعادل معاهم واحد 1 مارسيليا اللي اتقدم في الدقيقه 13 ماكسيم لوبيز كان شوط حلو قوي من بره المنطقه في الدقيقه 38 تيليمنس جاب جول التعادل والله موناكو حالها حالها يصعب على الكافر يعني موناكو عندها 12 لعيب مصاب يعني دكتور خالد محمود الفرنسي بصراحه الله يكون في عونه يعني هيعمل ايه 12 لعيب جولوفين ضيع انفراد يعني الكره جايه له على شماله حرام ان هي تضيع يعني آه مارسيليا اتلغالها جول عن طريق الفار كره ملعوبه للمهاجم جوه منطقه الجزاء من ناحيه الشمال كده حارس المرمى نزل بيصد الكوره المهاجم حط رجليه مع رجل حارس المرمى وحارس المرمى نزل بيصد يعني انت المفروض حارس المرمى جوه 6 يارد وجوه جوه منطقه 18 الحمايه ليه انا نازل بصد وصدت وصد الكره بالفعل وبعد كده بعد ما اتصدت راحت لواحد تاني وراح حاططها موناكو حاليا لسه زي ما هو في المركز ال 19 ب 14 نقطه من 19 ماتش ليه ماتش متاجل بسبب الاحداث اللي كانت في فرنسا من حوالي شهر دي مارسيليا بقى في المركز التاسع 28 نقطة من 18 مباراة ليهم ماتشين متأجلين برضو بسبب نفس الأحداث ترتيب النهائي الدوري الفرنسي <applause> طب أنا أقول إيه؟ باريس سان جيرمان في المركز الاول ب 50 نقطه من 18 ماتش ليه ماتشين متاجلين طب الثاني ليل 37 نقطه من 20 ماتش ده مفول مخلص ماتشاته يعني فرق كام كده 12 13 13 ولسه باريس سان جيرمان ليه ماتشين هيكسبهم يعني هيكسبهم هيبقى الفرق 19 بعد كده ليون في المركز الثالث ب 33 نقطه من 19 ماتش ودي ماتش متاجل ده كان ملخص احداث الدوريات الاوروبيه اشوفكم في حلقه جديده كان معاكم اسلام حسن سلام